بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على Determination of Blood Grouping. أول معلومة بيقولها لك في Determination of Blood Grouping إن موضوع إن أعرف الـ Blood Groups ده مهم for Transfusion of all Blood Conditions. في أوقات إحنا بنحتاج نعمل transfusion of all blood, زي مثلا ساعة الـ hemorrhage because of accidents or any other cause of hemorrhage. بيتطلب برضو عمليات ان بيبقى في دم متوافر for blood transfusion. مشكلة transfusion ان هو cannot done haphazardly, لا ده احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين الـ blood group for the donor اللي هو الشخص اللي بيعطي الـ blood ده, والريسيبينت الشخص اللي هياخد البلد. ليه؟ لان في possibility of agglutination of RBCs because of حاجة اسمها antigen antibody reaction. عملية الagglutination دي هي معناها clumping of RBCs. agglutination معناها ايه يا دكاترة؟ معناها ان agglutinogens بيتحد مع agglutinins. طب هي مين الagglutinogens ومين الagglutinins دي؟ RBC surfaces carrying an antigen like any other cell in the body. Antigens on the surface of RBCs هم اللي بيعملوا determination الـ blood grouping. هم اللي بيقولوا الشخص ده blood group A بالضبط. والانتجن اللي على surface of RBCs بسميه agglutinogen. لكن البلازما carry something else. بيقولك ان البلازما بتاعت البني ادم بتشيل حاجة اسمها antibody. الانتيبادي على اللي موجود في البلازما ده بنسميه agglutinin. فعند اتحاد الانتيجن اللي هو على الـ RBC surfaces مع الانتيبادي اللي موجود في البلازما اللي هو الagglutinin, بتحصل عملية agglutination او clumping of RBCs. بيقولك على الرغم ان بيتواجد حوالي 30 a combination between the antigen and the antibody which may lead to agglutination, أهم نوع من الagglutinations اللي بيحصل في عمليات الترانسفيوجن واللي ببقى خايف منه اللي هو الخاص بالABO والRH system, يعني الجزء اللي بيحدد لك فصيلة دم الشخص ده وهو positive ولا negative. بيقولك ان الشخص على السيرفس بتاع الRBCs بتاعه may carry an A antigen, B antigen or O antigen, وممكن يشيل two antigens. بيقولك بس ال O antigens very weak, الانتيجينيسيتي بتاعتها ضعيفة. وبيقولك كمان ال anti O antibodies كانتيبوديز موجودة في البلازما هي ضعيفة جدا. عشان كده بيقولوا ان الشخص اللي blood group O has no agglutinogens. يعني ايه؟ يعني مفيش antigens carried on their RBC surfaces. تمام؟ لكن الـ A and B agglutinogens ليهم strong antigenicity, وبناء على وجودهم أو غيابهم بيتحدد فصيلة دم هذا الشخص. يعني لو أنا قلت إن شخص blood grouping A, معناها إن الـ RBC surfaces بتاعته بتشيل إيه الانتيجين A antigen, أو اللي إحنا بنقول عليه في الRBCs A agglutinogen. لو الشخص ده بيشيل الRBCs بتاعته على السيرفيس B agglutinogen, يبقى ده blood group B. لكن لو موجود على الRBCs surfaces both antigens A and B, يبقى ده حدد فصلته A B. طيب blood group O ايه اخباره؟ قالك لا, blood group O have no antigens on RBC surfaces, يعني لا في A ولا في B موجودين على RBC surfaces. تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا على ايه الانتيجنز اللي بتبقى موجودة على RBC surfaces واللي على اساسها بحدد الشخص ده هو ايه blood group بتاعه. طيب البلازما بقى, دي قلت لنا ان البلازما بتشيل انتيبادي. طب يا ترى ايه اخبار الانتيبادي اللي موجود في البلازما بتاعت كل شخص؟
ما ينفعش الشخص يشيل اكيد الانتي بودي فور هيس كورسبوندينج انتيجين. يعني لو انا بلاد جروب A ما ينفعش يبقى البلاد بلازما بتاعتي شايله انتي A. ليه؟ لان انا لو ار بي سي سيرفيس از كارينج ان A انتيجين والبلازما شايله انتي A there will be an agglutination. وده ما بيحصلش في الحقيقه. في الحقيقه احنا الدم بتاعنا بيحصل له سيركيوليشن عادي، ما فيهوش اي مشكله، ما فيش كلامبنج، ما فيش اجلوتينيشن. يبقى في النورمال بيرسون البلازما لازم يبقى فيها اوتوماتيكالي كونتيننج حاجه اسمها نون كومبلمنتري انتي بوديز تو ريد سيل انتيجنز. يعني ايه؟ يعني تشيل انتي بودي يخالف الانتي بودي بتاع الانتيجين اللي موجوده على ار بي سي سيرفيسز. يعني ايه الجدول ده اللي انا بقوله؟ في اول جزئيه اللي هي هنا قال لك الار بي سي سيرفيسز كارينج ان انتيجين A. تمام، قلنا في النورمال بيرسون هيز بلازما كان نوت كاري ان انتي A. ليه؟ لان هيحصل كلامبنج واجلوتينيشن، ودي حاجه ليها خطوره هنتكلم عليها ان شاء الله في الاخر. لكن الشخص ده الانتي بودي اللي موجود في البلازما بتاعته يبقى انتي بي، لان انا عندي تو اجلوتينوجينز بس اللي هم الـ A and the P، وبناء عليه الأجلوتينينز اتنين بس anti A and anti P. يبقى الشخص اللي antigen A تمام carried on his RBC surfaces معناها ان هو blood group A. طب البلازما بتاعته هتحتوي على مين؟ على non-complementary antibody. يعني ايه؟ يعني antibody غير مكمل للانتيجين الموجود على RBC surfaces، يعني العكس المناقض يبقى الـ anti P antibody. اوكي، وبناء عليه ده البلاد جرومينج بتاعه تايب A. اوكي يا شباب، طيب لو انا كارينج اون ماي ار بي سي سيرفيسز انتيجين بي، حلو، يبقى معنى كده انا بلاد جروبينج بي. طيب قلنا ان لازم البلازما تشيل انتي بودي مناقض للانتيجين اللي انا شايله على مين؟ اللي على الكاريد على الار بي سي سيرفيسز. يبقى موجود الانتي اي انتي بودي موجود في البلازما. طب في الحاله دي يبقى ده مين بقى البلاد جروبينج؟ مين؟ بي. طيب يا دكاتره، لو انا الار بي سي سيرفيس بتاعتي كارينج بوث انتيجنز اي اند بي، تتخيلوا البلازما بتاعتي ينفع تشيل اي انتي بودي منهم؟ ما ينفعش، لانها لو موجود فيها الانتي A هيعمل كلامبنج علشان انا عندي الاي انتيجين. لو موجود الانتي بودي انتي B برضو هيحصل كلامبنج، لان انا ماي ار بي سي سيرفيسز كارينج A برضو B انتيجين. فبناء عليه الانتي بودي اللي في الشخص بلاد جروب AP there will be no antibodies in his plasma، وده طبعا for survival عشان ما يحصلش الاجلوتينيشن والكلامبنج والكومبليكيشنز المترتبه على كده. طب بتاع blood grouping O اللي هو اخر واحد، قالك ده ال RBC surfaces بتاعته carrying no antigens neither A nor B، لا فيها A ولا B. وبناء عليه مفيش مشكلة ان البلازما بتاعته تشيل both antibodies اللي هم مين؟ anti A and anti P. طيب يا دكاترة، قالك هنا في باقي الجدول بيقولك ايه البلاد جروبينج دونيشن اللي ينفع، يعني تايب A ده ينفع ياخد من مين وما ياخدش من مين؟ قال لك تايب A cannot have P blood grouping or AP blood. ليه؟ معلومه نحطها في دماغنا كده وما ننساهاش. انا احنا اللي يهمنا في الدونر اللي هو الشخص اللي هيدي blood what's the antigen carried on his RBCs. يعني يهمني مين؟ الاجليتينوجين. يبقى في الدونور انا يهمني الاجليتينوجين. طب في الريسيبينت، الريسيبينت اللي هو الشخص اللي بياخد الدم، يهمني مين؟ what is the antibody circulating in his plasma. يعني يهمني الاجليتونين، يهمني الاجليتونين. تمام يا دكاتره؟ طيب عشان كده تايب A cannot have P or AP blood. ليه؟ لان P blood ده دونر، انا اللي يهمني قلنا مين في ال RBC surface scanning which antigen، دي بتشيل antigen P. ويهمني في الريسيبينت اللي هو antigen A اللي شايل antigen A،
البلازما بتاعته فيها مين انتي بودي انتي بي، هل ينفع تدي بلاد الانتيجين بتاعه بي لبني ادم البلازما بتاعته كارينج ان انتي بي انتي بودي؟ ما ينفعش، لان كده هيحصل مين، هيحصل اجلوتينيشن والكلامبنج ويحصل كومبليكيشنز. يبقى بتاع تايب A cannot have B. طب بتاع الـ AB blood ما ينفعش برضو، ليه؟ لأنه في B antigen carried on the donor RBCs which will interact and agglutinate with the anti-B antibody in the plasma of the recipient. تمام؟ عشان كده الشخص تايب A ما ينفعش ياخد دم غير زيه بالضبط A antigen أو blood group O. ليه بقى؟ لان بتاع الاو ده المفروض انا في الدونور انا يهمني الانتيجين اللي كارد اون ار بي سي سيرفيس، فتايب او متوفر فيه خاصيه ايه، ان مفيش انتيجينز على الار بي سيز، عشان كده الار بي سيز دي تدخل في اي بلازما مش هيحصل منها مشكله. ليه؟ لانها مش موجوده على السطح الار بي سي سيرفيس بتاعتها اساسا انتيجينز. تمام يا دكاترة؟ طيب حد يقول لي طب انت بتقولي ان احنا بندي whole blood transfusion، يعني انا بدي blood وبلازما للشخص ده، ليه ما بخافش من الانتي اللي موجود في البلازما of the donor؟ لان البلازما بتاعت الدونر اللي انا بديها بيبقى كميتها قليلة مقارنة بالبلازما بتاعت الريسيبينت. يعني ايه؟ يعني لفرضا وجدلا انا دلوقت جيت ادي بلاد جروبينج او مثلا لشخص بلاد جروب اي، تمام، احنا قلنا مش هيحصل اجلوتينيشن as regards the RBCs of the donor with the plasma or the antibody in the plasma of the recipient. طب ما هنا في antibodies for A antigen، ازاي الantibodies دي مش هتتحد مع الRBC surfaces دي، او اللي هو سوري الانتيجين الموجودة RBC surfaces؟ ازاي انت مش خايفة منهم؟ عشان كمية البلازما اللي داخلة هنا قليلة جدا مقارنة بالبلازما بتاعت الريسيبينت. دي اول حاجة، يعني بيحصلها dilution in the plasma of the recipient، ده اولا. فبداء عليه انا ما بخافش اساسا من كمية بلازما قليلة داخلة في دم في بلازما كتيرة، دي هيختفي تأثيرها لما تتحط في مين؟ في blood grouping A. تمام يا شباب؟ طيب ازاي الانتيبوديز بتتواجد في الشخص على الرغم من عدم وجود الكورسبوندينج انتيجين على الار بي سي سيرفيسز؟ يعني ازاي انا بيبقى عندي انتي بي في البلازما على الرغم من ان الار بي سي سيرفيسز مثلا بتشيل الاي انتيجين؟ قالك ان الانتيبوديز دي ما بتبقاش موجوده اثناء الولاده، لكنها بتتكون بعد الولاده in the next few months or in the next few weeks، وبتوصل الماكسيمم ليفل بتاعها لما الطفل ده بيبلغ 10 سنين. الانتيبوديز اللي بتتكون دي بتتكون في البلازما نتيجة لوجود A and or P antigens أو antigens مشابهة ليهم بياخدها الشخص في الأكل بتاعه أو موجودة في الانتستينال بكتيريا. الـ RH system determination والsignificance بتاعتها بيقولك إني من الـ antigens اللي بتشيلها الـ RBCs الـ D antigen. وجود الدي انتيجين او غيابه بيحدد لك هذا الشخص بوزيتيف او نيجاتيف، يعني لو الشخص بيشيل الدي انتيجين اذا هو ار اتش بوزيتيف، وار اتش الريسس فاكتور ده سمي بهذا الاسم علشان اول ما وجدوه في نوع من المونكيز اسمها الريسس. تمام، لو الشخص موجود قلنا الدي انتيجين على الار بي سي سيرفيسز يبقى هو ار اتش بوزيتيف، ودي بتمثل غالبية الـ worldwide population، بقولك 85% من الناس بيشيلوا الـ D antigen على الـ RBC surface، يعني معظم الناس RH positive. لكن لو الـ D antigen ده مش موجود على الـ RBC surfaces يبقى هذا الشخص RH negative. طب هل الـ D antigen ده وجوده أو عدم وجوده بيخلي فيه antibody ليه موجود في البلازما normally؟ قالك لأ،
الدي انتيجين ده مش زي الاي بي او سيستم انتيجينز. يعني ايه؟ يعني الدي انتيجين ان وجد او لم يوجد ما ينفعش البلازما تحتوي على انتي دي انتي بودي، ده في الاشخاص الطبيعيه سواء ار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف. الار اتش سيستم ده مهم فور بروبر بلاد ماتشنج تيستس، عشان عمليات الترانسفيوجنز اللي بيحتاجها الجسم. كمان في الست اللي بتبقى ار اتش نيجاتيف ساعه المارج ان اتجوزت راجل ار اتش بوزيتيف، البوسيبيليتي انها يبقى ليها اول طفل ار اتش بوزيتيف بيبي كبيره جدا. during labor ساعه الولاده بيحصل ميكسينج اوف سام اوف ذا فيتال بلاد وذ ذا ماتيرنال بلاد. بس المشكله في ايه بقى؟ ان الفيتال بلاد ده ار اتش بوزيتيف، يعني فيه دي انتيجين، والام دي ست عمر الاميون سيستم بتاعها ما شاف الدي انتيجين ده نهائي. فمعنى كلامي ان في بلاد من الطفل بيعدي فيه دي انتيجين للام اللي اساسا عمر ما جسمها عارف شكل الدي انتيجين ده. فنتيجه اللي كده بيحصل سنسيتايزيشن الاميون سيستم بتاع الام لهذا الدي انتيجين اللي عدى ليها من خلال البلاسينتا، وبيكون انتي دي انتي بوديز في دم الام. بس الطفل الاولاني ممكن يتولد with no problems، بمنتهى السهوله يتولد، لان الاميون سيستم هياخد وقت على ما يكون الانتي بوديز، ساعتها هيكون الطفل اتولد وخلصنا. المشكله بقى في السبسيكوينت بريجننسز، الاطفال اللي جايين لو كانوا ار اتش بوزيتيف زي الاب، الانتي دي انتي بوديز اللي اتكونت في المذرز بلاد من الفيرست اكسبوجر للحمل الاولاني من البيبي الاولاني هيبقى كميتهم كبيره، فهيعدوا من البلاسينتا يروحوا لمين؟ يروحوا للفيتال بلاد. فيحصل ايه بقى؟ الار بي سيز بتاعه هذا الطفل، الار بي سيز بتشيل بتاعه الطفل ده دي انتيجين، والام الدم بتاعها نقل للطفل ده انتي دي انتي بوديز، هيحصل كلامبنج واجلوتينيشن اوف الفيتال ار بي سيز، ودي عمليه فيتال ممكن تؤدي لهيموليسيس اوف الار بي سيز بتاعه البيبي، ويحصل له انيميا جوندس هيباتوسبلينوميجالي، ويعلى البيليروبين ليفل، والطفل ده يتولد عنده مشاكل متمثله في الانيميا دي بكل الكومبليكيشنز بتاعتها، بلس البيليروبين الاكسس ده بيعدي البلاد برين بارير، يعمل ريفيرسبل برين دامج، ويأثر على السيلز بتاعه البرين، ويدخل في حاجه اسمها كيرنكتروس. كل اللي حصل ده اسمه ايه؟ الكونديشن دي كلها اسمها اريثروبلاستوزيس فيتاليس. ايه تريتمنت اوف اريثروبلاستوزيس فيتاليس؟ لو الطفل اتولد بهذا الوضع ايه حله؟ بعمل ريبليسمنت للهول بلاد بتاع البيبي بار اتش نيجاتيف او بلاد جروبينج، لان الاو بلاد ده يونيفرسال دونر، والاحسن طبعا ان انا اجيب ار اتش نيجاتيف بلاد. الام اللي هي ار اتش نيجاتيف المفروض ان بتاخد انجكشن انتي دي انتي بودي بعد كل ولاده او قرب كل ولاده، عشان يعمل نيوتراليزيشن للدي انتيجين اللي بيعدلها من الايه، من الطفل. يعني ايه؟ يعني الدي انتيجين بتاع الطفل اللي عدى ده يجي الانتي بودي بسرعه اللي انت عملت له انجكشن يمسك فيه ويكسره قبل ما الاميون سيستم بتاع الام ياخد باله من الدي انتيجين اللي معدي. وبكده انا بتفادى ان الام دي الاميون سيستم بتاعها يكون انتي دي انتي بوديز. بس الانجكشن ده الام هتاخده مع كل بريجنانسي، مع كل بريجنانسي. الار اتش سيستم انتي بوديز نوعها امينوجلوبولين جي، فالمولكيولار ويب بتاعها صغير مش كبيره، فممكن تعدي البلاسينتا، توصل من المادر وتعدي للبلاسينتا من خلال البلاسينتا للفيتال سيركيوليشن. الانتيجين انتي بودي رياكشنز بتاعه الار اتش سيستم بتحصل في البادي تمبريتشر العاديه، وده احسن تمبريتشر ليها، عشان كده بسميها ورم انتي بوديز. الار اتش انكومباتيبيليتي بين مادر اند فيتاس بتسبب سيريس كومبليكيشنز. لكن الاي بي او سيستم انتي بوديز من النوع الامينوجلوبولين ام، وده الامينوجلوبولين ده كبير في الحجم عشان كده ما بيعديش البلاسينتا. الانتي بوديز بتتحد مع الانتيجينز ات لو تمبريتشرز تتراوح من 25 درجة سنتيغريد، عشان كده بنقول عليهم cold antibodies. الـ ABO incompatibility between a mother and her fetus rarely causes any problems، لأنها مش بالسهل notes to be remembered، مهمة جدا جدا تبقى فاكرها. any blood grouping O بنقول عليه universal donor، معطي عام يدي أي حد. ليه؟ احنا قلنا ان في الدونر يهمني مين؟ what are the antigens carried on the RBC surfaces؟ طب بتاعك blood group O هل بيشيل أي antigens على الـ RBC surfaces بتاعته؟ لا، فبناء عليه اي دم هيتقبله.
تمام. يبقى ليه؟ ال RBCs carry no agglutinogens أو يعني antigens on their surfaces, so they can be donated to any other blood group whatever the antibody carried on the plasma of the recipient يعني. تمام. ال AP بقى blood grouping is said to be a universal recipient, مستقبل عام من أي حتة. شمعنا؟ لان البلازما بتاعته ما فيهاش اي اجلوتينينز, ما فيهاش اي انتيبوديز. انا اللي يهمني في الريسيبيانت الانتيبوديز اللي موجوده في البلازما بتاعته. طب بتاع الاي بي ما فيهوش اي انتيبوديز, عشان كده كان ريسيف اني تايب اوف بلاد جروب وات ايفر ذا انتيجين كارد اون ذا ار بي سي سيرفيسز اوف ذا دونيتد بلاد. من المعلومات كمان المهمه اللي نبقى احنا عارفينها ان الار اتش بوزيتيف بلاد بيرسون ممكن اعمل له ترانسفيوجن ببلاد سواء ار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف, لكن الشخص ال RH negative ما اقدرش اديله نهائي RH positive blood, وإلا بكده أنا هعرضه أنه يكون anti-D antibodies في البلازما بتاعته. عشان كده ال RH negative person ما ينفعش ياخد blood إلا negative زيه. The complications of blood transfusion, قالك for the donor بيبقى فيه anemia أو shock on repeated withdrawal. طب على الريسيبينت في ميكانيكال افكتس ممكن يحصل فات او اير امبوليزم, وده في رير كونديشنز. وممكن لو الشخص ده موجود فيه بلاد كلوت, انا كده لما بديله ترانسفيوجن بعمل ديسبيسمنت اوف ذس كلوت فروم ات سايت تو انذر سايت. ممكن يحصل انفكتيف كومبليكيشنز لو الدم اللي انا مديه اصلا انفكتد. فزي ايه الانفكتيف كومبليكيشنز؟ زي انفكتيف هيباتايتس, السيفلس, الملاريا او الايدز. Physical complications زي ايه؟ انا دلوقتي اديت له transfusion, عملت overloading على الهارت لو انا اديت له transfusions زيادة عن اللزوم, وبكده ممكن ادخله في heart failure لان انا عملت superimposing more and more load of mean on the heart. او ممكن يحصل pyrogenic reactions, ودي rare انها تحصل لانها بتحصل في حوالي 3% of cases, زي in the form of rash او fever. Hemolytic complications, الهيموليتيك complications دي بتحصل بالincompatible blood transfusion, او انا عملت transfusion لold hemolyzed blood. طب ده بيؤدي الى ايه؟ اول شيء طبعا هيحصل clumping of blood cells واجلوتينيشن, وهيتكون عن كده نتيجة لكده blood clots. الهيمولايزد سيلز دي بتطلع هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بتاخده الريتيكولوندوسيليال سيلز اللي موجودة في كل الجسم, يتحوله البليروبين. البليروبين لما بيبقى excess بيدخل في جوندس. الهيموجلوبين ده كمان بيحصله فلتريشن في الكيدني جلوميرولاي, ويحصلها بريسيبيتيشن في الكيدني تيوبيولز, تقفل لك الكيدني تيوبيولز وتدخل الشخص ده في انيوريا. الهيموجلوبين البريزنت فري ان بلازما ده بيزود الفيسكوسيتي اوف ذا بلاد, وبناء عليه هيزود الكولويدال اوزماتيك بريشر اوف ذا بلاد, وده هيعمل اوفرلودنج مور اند مور اون ذا هارت. من ضمن الكومبليكيشنز ان الاوتو ديسوشيشن كيرف هيحصل له شيفتنج تو ذا ليفت, يعني الهيموجلوبين ده هيدي الاكسجين بتاعه ويز ديفيكالتي تو ذا تيشوز. هيحصل ريليزنج اوف سام بوتاسيوم. البوتاسيوم ده هيدخل الهارت في الاريزميا بمختلف انواعها. في توكسيك سبستانسز هيحصل لها ريليزنج من عمليه الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن ده, فهيؤدي الى سترونج فازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز اوف ذا هول بودي. طب مين اهمهم؟ قال لك البلاد فيزلز بتاعه الكيدني. لما كده هيحصل vasoconstriction blood vessels of the kidney, هيحصل ايه؟ stoppage of urine formation, فهيدخلني في subsequent anuria rapidly, وكمان rapid renal failure which may lead to this. دلوقتي بقى هنشوف الفيديو ازاي انا بعمل determination blood grouping بتاع اي شخص فينا عن طريق ان انا بستخدم الراكس بتاعت الانتي A, anti B and anti D, وبحطها على 3 drops of blood, وعلى اساس اي منهم هتعمل agglutination مع اي antibody انا هعرف الشخص ده blood group بتاعه A ولا B ولا AB ولا O, وكمان هعرف هو positive ولا negative فيما يخص ال RH system. بستخدم 3 anti انتي A لونه أزرق, وانتي B لونه أصفر, وانتي D لونه أبيض. بعد كده بستخدم اللانسيتس دي اللي هي الشكاكة, السبيريت اللي هو الألكحول, القطن, خلة السنان اللي هي التوث بيس دي, والجلاس سلايدز. بعدين أنا ببتدي بروسيجر بهذا الشكل. بعمل إيه يا دكاترة؟ بعمل استراليزيشن فور ماي فينجر, بعمل بريكنج, باخد تلات نقط وحطهم على الجلاس سلايد, وبعد كده بوقف الدم ده بحتة القطن. بضيف على الأول
واحدة فيهم على أول قطرة أنتي A وعلى الثاني نقطة أنتي B وعلى الثالثة أنتي D، وبخلط كويس باستخدام الشكاكة أو باستخدام خلة السنان، وإن أنا أستخدم واحدة مختلفة لكل نقطة دم عشان ميحصلش ميكس. وبناء على كده أنا بشوف الأجلوتينيشن بيحصل مع أي نقطة فيها أي أنتي من الأنتيات، بنا بحدد مين فيهم اللي حصل معها أجلوتينيشن. يعني في المثال ده حصل مع الأنتي دي مع الأنتي A أجلوتينيشن، كده ده جروب A بلس أو A بوزيتيف.